أراد الرئيس بوتين من العمليات العسكرية في أوكرانيا إبعاد شبح الناتو عن الحدود الروسية، حماية الأمن القومي الروسي، ولكن ما يجري الآن على ما يبدو أنه العكس، هناك نتائج عكسية. فنلندا التي تمتلك حدود طويلة جدا مع موسكو باتت عضو في الناتو. هل أخطأ بوتين برأيك في هذه العمليات أو الدخول في هذه الحرب؟ أستاذ، أنا أولا أريد أن أقول هذا الرئيس بوتين لم يسميها حربا ولكنه سماها عملية عسكرية فقط، وكما ترون إنها مختلفة تماما عن الحروب، فالمسميات مهمة للغاية. إن هذا بعض التصحيح الذي لا بد أن نعتبره أولا. ثانيا، إذا كان قد بدأ هذه العمليات العسكرية في أوكرانيا، فأعتقد أن أوكرانيا إن لم تكن هذه العمليات قد دخلت بلادها كانت ستنضم إلى الناتو أيضا. ولكن قد وضع الرئيس زيلينسكي خطا احمر، فلقد اثار سؤالا وقد هدد باستخدام بعض الرؤوس النوويه، وهذا يعتبر جزء يهدد الاتحاد السوفيتي. وانا لا اعتقد ان الرئيس بوتين قد ارتكب اي خطا، ولكن هناك اختلافات كثيره، اختلافين كبيرين بين فنلندا واوكرانيا. اولا، فنلندا في العقد الأخير لم تكن معادية لروسيا البتة، ولكن كانت دولة تتعامل مع روسيا بشكل إيجابي ولم تكن تعاديها بأي شكل من الأشكال، وكان ملايين من الروس يزورون فنلندا وملايين من سكان فنلندا يزورون روسيا. أما بالنسبة لأوكرانيا ففي التسع سنوات الأخيرة أصبحت معادية بشكل واضح لروسيا. والاختلاف الثاني، فمنذ 2015 كان هناك حربا أهلية بداخل أوكرانيا، وكانت الحكومة الأوكرانية تحاول أن تستبد الشعب الأوكراني وتفرض عليه إرادتها، وذلك حدث في 2015، وكان هذا محفزا لروسيا على أن تنقذ الأوكرانيين، ولقد أدى ذلك إلى موت الكثير من المدنيين. وبالنسبة لروسيا فقد دخلت أوكرانيا حتى توقف هذه الحرب الأهلية، هذا هو هدف هذه لا أقول الحروب ولكن أقول العمليات الحربية في أوكرانيا. أما بالنسبة لفنلندا فهي لم تكن تهديدا لروسيا من قريب أو بعيد، لأنها لم تتدخل في شؤون روسيا ولم تهدد روسيا بأي شكل منذ العقد الماضي.